اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن نخله، برضو مهم جدا نعرف ازاي نتعدى مرحله الاجهاد اللي احنا فيها. احنا مجهدين من بطوله افريقيه، من بعد البطوله الافريقيه بتلعب كل يومين ثلاثه مباراه، وعندك هذا الموضوع لغايه تقريبا نص تمانية. تقدر تعمل كده ازاي او تتعدى هذا الاجهاد ازاي؟ والله يا كابتن اسلام، هو طبعا الجهاز الفني طبعا الحمد لله برضو عندهم الخبرات وعندهم الامكانيات. يمكن في النادي الاهلي جهاز الاستشفاء دوت اللي موجود دوت، يعني اعتقد يعني هم مش مقصرين فيه بصراحه. ايوه طبعا موجود. طبعا الموضوع برضو ان انت برضو بتحاول، المباراه اللي فاتت انت برضو ريحت محمد شريف برضو، بحيث ان انت برضو خلاص عنده شويه اجهاد، لازم احاول خلاص مش عايز اهلك اللاعب. برضو تقدر تعمل الروتيشن دوت موجوده. انت برضو دلوقتي انت عندك برضو كام لاعب، ست لعيبه في مع المنتخب الاولمبي في طوكيو. طبعا الناس اللي موجوده طبعا لازم تشارك ولازم تاخد. طبعا يعني كهربا بدا ياخد، محمد هاني لما اكرم مش خلاص بدا، اجايي كمان بدا ياخد، حتى اجايي برضو في ناس، مروان وكلهم، مروان يعني كهربا برضو في ناس بتنتقد ادائهم. يا جماعه الناس دي بعيده، يعني معلش مش ممكن التمرين عمره ما هيجيب لاعب. بشوف اداء كهربا كويس يا احمد. والله هو عايز يعمل كل حاجه يا اسلام، وانا حتى بالزبط. قلت له الكلام ده هو معايا، لكن لا يعني احسن من عايز عايز مباريات يا اسلام. احنا بنتكلم التمارين هي مش هي اللي تجيب فورمه مباريات، لكن مباراه واثنين وثلاثه هتلاقي فورمه المباريات جات لك. اجي نفس الموضوع، كان بعيد بقاله فتره، فعلى الاقل اديله كمان مباراه اثنين هتلاقيه رجع تاني. علي معلول برضه كان راجع من الاصابه، ما كانش هو علي معلول اللي احنا عارفينه. مظبوط، علي كان بيعمل اللي مطلوب. بالظبط، يعني لعيب ذكي بالظبط كده. نفس الموضوع برضه انا بتكلم، برضه كنا بنتكلم شويه على محمد هاني. محمد هاني يا جماعه لعيب كويس جدا، محمد هاني لعيب مؤثر يا جماعه، مش عشان بس هو لسه راجع من اصابه وعاوز يقف على رجليه، ممكن مباراه كمان مباراه او اتنين هتلاقي محمد هاني رجع. محمد هاني في ماتش بايرن ميونخ متصنف من دول اوروبا، في ثلاث اربع فرق في اوروبا كانوا عاوزينه يا كابتن اسلام. فاحنا برضو مش عايزين نضغط على هاني، وبرضو نقارنه باكرم توفيق. لا، اكرم متوظف في المكان ده بالظبط كده، وادى برافو عليه، هو اصلا ديفندر وادى بشكل كويس جدا في المكان ده، تمام، ونجح الدور اللي هو عمله بشكل كويس. وبعدين محمد هاني لما يكون موجود، محمد هاني واكرم كمان موجود، ويبقى في تنافس في المكان بالظبط كده. الفتره اللي كنت موجود فيها احمد كان في احمد عادل، احمد صديق، ومحمد عبد الله، واسلام، وبركات، كتير منافسه. وجالكوا فتحي في الاخر. مظبوط، فيعني هذا هو النادي الاهلي دايما.